بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم شهناز الشمري. إن شاء الله راح أبدأ أشرح طريقة الموفينج أفريج. طريقة الموفينج أفريج طبعاً لما يعطيك إياها في المثال، أول شيء ممكن يعطيك إياها الكي. يعني في المثال هنا مثلاً عندي الكي 3، يبغى أول 3 أسابيع أو قبل 3 أسابيع، حسب أول 3 أسابيع للمتوسط الحسابي. يعني مثلا هنا أبدأ في الأسبوع الرابع لأن أبغى أول ثلاث أسابيع الأولى. مثلا 17 + 21 + 19 تقسيم 3 يعطيني 19. مثلا بيحسب الأسبوع الخامس 2، الأسبوع الثاني بلس الأسبوع الثالث بلس الأسبوع الرابع يعطيني الناتج 19. الأسبوع السادس أحسب فيها الأسبوع الثالث والرابع والخامس يعطيني الناتج 20. بعدين مثلا أروح أحسب الفوركاست إيرور. الفوركاست إيرور تايم سيريز ماينس فوركاست، يعني 23 - 19 يعطيني 4. ماينس فوركاست، يعني 23 - 19 يعطيني 4. ثمنتاعش ماينس 21 3 ماينس 3 سوري 16 - 20 - 4. بعدين أروح أحسب الأبسولوت value of forecast error. أبسولوت value of forecast error أحط نفس الفوركاست إيرور بس أشيل السالب، يعني هنا معطيني 4 نزلها نفس ما هي، معطيني ماينس 3 أشيل الماينس وأحطه بوزيتيف، هنا ماينس 4 أحطه بوزيتيف 4. سكويرد فوركاست إيرور أربع تربيع الأبسولوت أوف فوركاست إيرور، يعني 4 تربيع يساوي 16، 3 تربيع يساوي 9، 4 تربيع يساوي 16. وأمشي هكذا على الجدول. بعدين أروح البرسنتج إيرور. البرسنتج إيرور يعطيني يعني طريقة حسابه الفوركاست إيرور على التايم سيريز ضرب 100. الفوركاست إيرور 19 على التايم سيريز على 23% بيعطيني فوركاست إيرور ماينس 3 أو سوري ماينس 3 هنا ماينس 4 على التايم سيريز 23 ضرب 100 بيعطيني 17.39. ماينس 3 على 18 ضرب 100 بيعطيني ماينس 16.67. ماينس 4 على 16 ضرب 100 ماينس 25.0. بعدين أروح على أبسولوت أوف برسنتج إيرور. نفس الطريقة الأولى اللي استخدمناها في الـ absolute of forecast، أشيل السالب مثلا هنا 17.39 already هي positive أنزلها، minus 16.67 حتى 16 بدون السالب، أشيل يعني السالب هنا 25.0. بعدين أروح أطلع المجموع فوركاست، مجموع الفوركاست. بعدين أروح أطلع المجموع فوركاست، مجموع الفوركاست إيرور. مجموع الفوركاست إيرور يساوي 0. بعدين أروح أحسب الأبسولوت فاليو أوف فوركاست إيرور 24. وطلع مجموع السكويرد،
بطلع مجموع البرسنتج ايرور ومجموع الابسولوت اوف برسنتج عشان ابدا اشتغل على الثلاث قوانين اللي عندي. الموفينج افريج راح لازم استخدم معها ثلاث قوانين، الام اي دي والام اس اي والام اي بي اي. الام اي دي طلع لك مجموع الابسولوت اوف فاليو، ابسولوت اوف فاليو فوركاست تساوي 24 على المجموع. المجموع اللي عندي ما راح احسب الاول والثاني والثالث، راح احسب اللي طلعته 19 يعني من الاسبوع الرابع. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 يعطيني الناتج بيكون 24 على 9 يعطيني الناتج بيكون 24 على 9 يعطيني 2.6 الام اس اي. لما يقول لك ام اس اي، الاس يعني سكويرد، مجموع السكويرد 92 على الان مجموع 9. المجموع 9 راح احسبها 92 على، راح يعطيني 10.22. اخر شيء الام اي بي ابسولوت اوف برسنتج هطلع ماينس 20.79 على الان 9، فيطلع لي 9 ماينس 2.